ترجع المعنويات بعد هفوة الهدف الأول. رجع الكرة في الخطأ من حارس علي منيز. على كل حال طيب سالم بن عاشور يبحث عن علي زيدوني. فرصة التعادل. علي زيدوني طيبة جدا وهدف التعادل. المنتخب يعود في المباراة. ممتاز. قلنا بعض المعطيات اللي تعطينا صورة واضحة للأمانة. أقول هذا للأمانة منتخب في مظهر لائق جدا هذا اليوم في ملعب توريسينو على الرغم من بعض الغيابات كما ضد فرنسا. صاحب الإنجاز علي زيدوني. مراوغة أولى ثم أمام ميرا كوتو يغلط الحارس ريكاردو. هذا هو علي زيدوني والهدف العاشر في 27 مباراة مع المنتخب الوطني التونسي. علي زيدوني من جديد ما قصرش